العذر بالجهل ماله؟ هل هو في العقيدة فقط أو في الأصول والفروع أو على الإطلاق؟ العذر بالجهل على الإطلاق، على في كل شيء. أسألك سؤالا الآن، تفضل. أنت الآن فعلت فعلة من أفعال كفر جاهلا، هل أحكم عليك بالكفر وأذبحك أو أعلمك؟ تعلمني. إذا عزلتك بجهلك. إذا عزلت، والله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا الآيات. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ويقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل حضرته الوفاة ولم يبتئر خيرا قط، فجمع بنيه وقال لهم عند الوفاة: أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط. فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات وفعلوا به ذلك قال الله له: كن رجلا. فإذا هو برجل، إذا هو رجل قائم بين يدي الله، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي، فغفر له. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. الحواريون قالوا: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الآيات نصوص كثيرة في هذا الصدد.